مين عندنا؟ ولو مين عندنا اليوم الخميس؟ تينا رزق الله مسؤولة مكتب الشكاوى بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تنضم لنا تنشوف سوا شو وضع الأعطال، شو وضع المي، كيف عم بيكون التوزيع مع كل هيدا الأزمة اللي عم نشوفها، على أمل تكون تينا مثلنا أخبار حلوة مثلها. تفضل عبدو، تفضل. بونجور تينا. هاي تينا. شو هالطلة الحلوة اليوم؟ تفضلي باللون الأبيض. ايه دائما هيك، دائما باللون الابيض بالتفاؤل. كانت الاخبار يا عبدو بدنا نعم. نضلنا مش هيك ريتا، بدنا نضلنا بوزيتيف. شو بدنا نعمل؟ في شوى تاني؟ ليكي تينا، حدا بعت لي سيدي هلا بتقول الرجل لا يخون بل تخطفه امراه من امراه اخرى، يعني شغله نسوان بنسوان، نحن رجال ما قلنا علاقه. يعني طلع الحق على المراه، اخر شيء طلع الرجال بريء. طبعا هيقطوا عينه على شي حدا يا تينا، هيقطوا عينه يخطف شي حدا يا تينا وعم بيشيلها عن ظهره، ما بعرف انا هيك فهمتها. تينا هيدي اللي عملها، هيدي الخبريه، هيدي اكيد هو كتير بحب النسوان. نعم. بدنا نشوف هلا شو لوين رح تخطفونا بالمي، مخطوفه جايه، شو عم بيصير؟ الاخبار بصراحه كسروان فتنا بتقنين كتير قاسي، ما بعرف يمكن هي اول مره منفوت بهالقد تقنين قاسي، يعني كل ثلاث ايام المناطق رح تاخذ مره بين الاربع ساعات والست ساعات، يعني كتير كتير قليل. بس كل كسروان؟ بكل كسروان حسب، يعني في مطارح ست ساعات، مطارح اربع ساعات، نرجع منقول حسب المصدر تبعها بيعملوا كالكول قد ايه باقي مي، قد ايه لازم تقدينا لكن تشتت الدنيا لنرجع ل مثل ما بيقولوا التوزيع الطبيعي ان شاء الله يا رب. يعني هلا كل املنا انه تشتت الدنيا وبقيه الدوائر كلها بعدها مثل ما كانت قبل نهار الاثنين، باستثناء المتن العالي. المتن العالي كنا مرقنا بظروف كثير صعبه لانه قرنه الحمراء وجهيتها انقطعوا من الكهرباء وقطعوا المي عن كل المناطق، يعني نعم بقى مشان هيك هلا رجع مش الحال، ابتداء من اليوم كل المناطق ترجع تاخذ مي بالمتن العالي تدريجيا. الفنار عنده المي خفيف كثير، الفنار بياخذوا من المتن الساحلي، بدهم يتصلوا بالمتن الساحلي تيشوفوا شو الدوام تبعهم. نعم هذا كل شيء، هذا كل شيء، هذا كل شيء. خفيف نظيف اليوم للاسف، بس الاخبار مش حلوه، بس بعرف ما خصها يعني تينا، بالعكس تماما للاسف. بعد في فكره، بعد في فكره. تفضلي تفضلي تفضلي. بدي اقول انه المراكز تبعنا عم تفتح حسب، يعني شو اذا في عندهم كهرباء، بس يبطل عندهم كهرباء بسكر الصندوق بعدين بتسكر الدائرة، يعني مشان هيك عم يكون عنا صعوبة نعطي إذا بدك أخبار مضبوط. يعني بتلفلنا المواطن بيقلنا اليوم في انزل ادفع بمركز جوني أو برج حمود، بنقول له جرب تحكيهم قبل ما تنزل بركن قطعت الكهرباء حتى تكون أكيد. بقى مشان هيك هلأ في عنا كمان دفع فيزا كارت بقلب المراكز، في عنا الجيبة فينا نبعته الأونلاين الأو أم تي، بقى كل هيدي متاحة لإلكم. عجلوا وادفعوا السنة، يعني هيك لأنه بعد في عنا ل 31/12 تخلص المهلة. يعني بس لحظه، في اخبار عم بتتم ترويجها تينا انه على السنه الجديده مع الموازنه الجديده صح رح يرتفع الاشتراك، ويمكن هلا 350,000 رح يصير فوق المليون دقيق، هيدا الحكي برايك؟ لا رح يرتفع اكيد وشيء طبيعي، المفروض انه يرتفع، بس انه فوق المليون انا ما عندي معلومات. انا سمعت يعني بمقابله مع سعاده المدير العام انه يمكن يصير الدوب. هلا اذا تاخذ قرارات غير، برجع بقول هيدي انا ما بقدر اكدها غير ما ناخذ من سعاده المدير شيء فيكس يعني معين، او تكون صدرت من الاداره مجلس الاداره يعني، بس اكيد رح تزيد التعريف. نعم بس يمكن
يعني اللي بده يدفع ال 2021 ما يفكر بال 2022 بتصير هي دوبي، لا بتنزل التعرفه على ال 2022 باسعار جديده، بتضل ال 21 مثل ما تسعر السعر القديم. عظيم، شكرا لك تينا رزق الله، مسؤوله مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان، يعطيك العافيه.